نسألك انت ونفس السؤال مش نسأله الحسين نحكي معاه شويه. التنوع مش تنوع، تنوع راديكالي معناتها ما تنجمش تخلي جمهورك مشتت، معناتها ماكش فرد اثنية، ما تنجمش تخلي جمهورك مشتت. نفس السؤال بعد الحسين انت. مي با دي تو، بالعكس قاعد بوبليك يكبر، كبر فيه قاعد يكبر، قلت لك ديزمي سبونتاني قاعد يكبر نهار بعد نهار، خاطر فما فاريتي المصريه تنجم، فما برشا عبيد ما كانوش فان ولاو فان بالمصريه مثلا، والاخرين قالوا لي بدهم يسمعوا حاجه اخرى. بار اكزومبل مي لينا جوفخ للعباد الحب نتاعي والصدق نتاعي من اللي نبدا البروسيسوس تاع الاغاني للاخر. انا فنان فورفي خذوني الكل فوالا، انا جو سوي اونتي كيما هكا. هذاك حبيت نقول قبيله وقت حبيت نعقب على مثلا وفات ليه ها حسين دوس بحق وكانك ضدي، معناتها تنجم جدادي تقول لي معناتها العباد ما حبوكش من الاول، جو سوي ما حبوش ما قبلوش فاسيلمون. هو انا جو سوي العباد انت تحكي قبيله حسين ما دخلش فاسيلمون في قلوب حسين، ما دخلش فاسيلمون في قلوب التوانسه. قلت لك انا راهو اللي انا وحسين فكرنا قلنا ايه هو انكر خاطر تو في اللوكس. برشا عباد نقدوه على سافاسون، كل حصه تجي يصيبك يقعد رجين من الاول يشكرك بعد حاجه جديده عليهم وعادي. اسمع مي نسيتها تعديتها الحكايه علاش، على خاطر فهمت السيدة كوميم، حتى انا بديت بشطحه وغنيه هكا تحسها ما فهمش كيفها معناتها، حتى كان ما بديتش بهم راك تو يمكن ما يعرفك حد. بار اكزومبل خلي اعمل بوز، اغنيه وطنيه وسيد جندي، اغنيه اهداء للوالد، معنى الوفاة غنية للمرأة، وتوا أمك اللي باش نتفرجوا فيها لأول مرة. نفس الشيء فما تشتت ما في 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 اختيارات حسين. نفس السؤال قلت سألتهم، ما تخافش لتضيع الجمهور النوايو نتاع الجمهور؟ أنت مش كحسين، أنت عندك نوايو قديم يتبع فيك معناتها من نجاحاتك الأولى وغيره، ما تخافش لتمهمشهم ما عادش يعرفوك شنو هو؟ سي با الكا، خاطر انا نحكي على حسين عفريت بتاتر 15 سنه التالي أي. كنت في، لكن تو في سيركوي اخر، تو في مود اخر، يعني كي نحكيو على الام نحكيو على الاب نحكيو على الوطن نحكيو على الجندي والكل، نحكيو على حاجات اترنال، نحكيو على يعني حاجات كونيه، حاجات انك تتجلى بالمولى. كل غنيه في عالم. لا لا, لا لا العالم شنو هذا؟ الام، البو، الزوجه، الوطن، الجندي، انك تمدح النبي، كلهم في موندو نتاع ثنيه واضحه. انا حتى الاغاني كي تدخل الكلمات نتاعهم الكلهم عندهم النفس الروحاني، مش ما نقولش النفس الديني، عندهم النفس الروحاني، دونك يعني ثنيه واحده، خاصه في كيما قلت لك في العشريه هذه والكل والبريود هذه الكل، دونك شيء ثنيه واحده اللي انا جي اون ريسبونسابيلتي، فهمني، عندي مسؤوليه، عندي مسؤوليه تجاه صغيراتي، وكي نقول صغيراتي نقول صغار الناس الكل، عندي رساله فنيه نحب نوصلها، فهمني، انا مش تو في العمر هذا باش نفركس على طريقي ولا نفركس على، لا بالعكس، عندي مساج بيان ديترميني نحب نوصلها، عندي مضمون فني وموسيقي نحب نوصله. هو الناس فدت من نفس السؤال الحسين العفريت، اغاني دينيه روحانيه كذا، اما في عمر معين يلزمك تلتزم كفنان؟ لا مش معناتها التزام، لا نحكيو على لا ريسبونسابيليتي يا نوفل. انا نخمم شنو معناتها ما عادش تحب طفله في كليباتك؟ لا مش عادش تحب طفله، معناتها فسر لي ما معنى نفس روحاني. لا مش معناتها أي. انا غنيت قلبي وجع فيا، غنيت الشجرالي، غنيت مش مني عميه، ما شنو نفس روحاني كي في العمر هذا من قبيل يتعاود في العمر هذا باللي قضي عمرك؟ والله قداش ما تقولش فك عليك تي با انا ميساج خلينا نقول عمرك في ال 55 ايش ليه 55؟ 55 الواحد يخمم ساعة بين 45 اي فرد 55 مازلت كي حطيت سيقك في الدنيا أي. فرد عمر انا وياه لح عمرو ديب في الستين ولتو يلعب بالحديد والدنيا واحد سيت مشوار اي سيت مشوار فسروا لي ما معنى نفس روحاني معناتها باش تبعد على قلبي يوجع فيا شو ثم الفنان يحب يأرخ اسمه، مش أي عمل فني راهو نجم يأرخ اسم الفنان، مش أي موضوع فني، ثم دي شونسون إترنال، ثم مواضيع ما تموتش، فهمني؟ هذا الشيء اللي نخمم فيه أنا، إن شاء الله بعد الواحد بعد من معينه ثم أغاني نحبها تكون موجودة في الهيستوريك نتاعي، أنا كي تدخل شان يوتيوب باش تلقى نوعية معينة من الأغاني، مش معناتها راني ننكر في الأغاني القديمة، لا. هذيك عملت حسين العفريت، هذيك اللي خلقت الارضيه باش حسين العفريت لقى كيفاش ينتج ولقى بلاتفورم حتى فينونسير باش ينتج، لكن انا ثم ثنيه